وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل. مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط يزور بغداد اليوم، والانسحاب الأمريكي من سوريا على أجندة المباحثات. فنزويلا تدين تصريح الرئيس الأمريكي بشأن احتمالية استخدام القوة للإطاحة بحكم مادورو. الثالثة من بعد منتصف ليل القاهرة، موجز لأهم الأنباء، أسعد الله أوقاتكم. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع سيشهد تباحثا وتبادلا للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبين العربي والأوروبي في شتى المجالات. يبدأ اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد تستمر يومين. قال مسؤولون في الخارجية الروسية إن زيارة بوغدانوف تأتي في إطار تفعيل التعاون العسكري مع بغداد وتعزيز عمل اللجنة الاستخباراتية الرباعية المكونة من مسؤولي أجهزة المخابرات في روسيا وإيران والعراق وسوريا. زيارة بوغدانوف للعراق تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة نشاط إيران بحسب تعبيره. أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني تحرير سلسلة جبال القهر القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة بعد عملية عسكرية وصفتها بالنوعية. أوضح مصدر عسكري أن مروحيات التحالف العربي دعمت الجيش الوطني في هذه العملية، مضيفا أن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات سقطوا على إثر هذه العملية فضلا عن إلقاء القبض على عدد منهم. أعلن مسؤولون فلسطينيون استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص جيش الاحتلال شمالي القطاع. ومنذ مارس من العام الماضي استشهد 247 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، معظمهم سقطوا خلال التظاهرات الأسبوعية التي تخرج عند السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، وآخرون بغارات لطائرات جيش الاحتلال. أدانت فنزويلا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمالية اللجوء لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو. وأشارت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن رغبة ترامب الإطاحة بمادورو تهدف للسيطرة على موارد فنزويلا النفطية الغنية. كان ترامب قد أعلن في تصريحات متلفزة أن الخيار العسكري لحل الأزمة السياسية في كاراكاس بات مطروحا على الطاولة، كاشفا عن أن مادورو طلب مقابلته بحسب زعمه لكنه رفض ذلك. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أنها ستسعى لحل وصفته بالعملي لكسر حالة الجمود في برلمان بلادها بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما تحاول إعادة المحادثات مع بروكسل. وكتبت مي مقالا في جريدة التلغراف قالت فيه أن عددا كبيرا من النواب أكدوا أنهم سيدعمون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إذا ما جرى إحداث تغييرات على الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية وحدودها، مشيرة إلى أنها ستعود إلى بروكسل مرة ثانية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف بحسب تعبيرها. دوما تابعوا المزيد من الأخبار والتقارير من خلال extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.